ليه جيش الاحتلال رجع لجباليا. من يوم 15 رجع جيش الاحتلال يستهدف جباليا بشكل خاص بالقصف والمجازر، وبينزل منشورات على السكان علشان يتجهوا ناحية الجنوب، والموضوع بقى وحشي لدرجة انه بقى بيطلق النار على اي حاجة بتتحرك. سبب من الاسباب هو ان جيش الاحتلال بيحاول يرفع الروح المعنوية لجنوده عن طريق ايه؟ عن طريق استهداف المدنيين طبعا، وبحصار الناس واستهدافهم ونشر الشائعات ما بينهم، بيحاول يسرق منهم شعورهم بالاستقرار ويثبت نفسه كقوة احتلال. في نفس الوقت الاجتياح ده بيفسر على انه بداية او جس نبض لتنفيذ خطة الجنرالات. خطة الجنرالات هي خطة انتشرت في الاعلام الاسرائيلي يوم 4/9/2024 اللي وضعها جنرالات سابقين في جيش الاحتلال. الهدف الاساسي منها هو اخلاء شمال قطاع غزة بالضغط العسكري والتجويع، بتبدأ بإجبار المدنيين على النزوح للجنوب، بعد كده حصار المقاومين حتى الاستسلام أو الشهادة، وأخيرا تحويل منطقة شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة. بتتوهم الخطة إمكانية تحقيق اللي ما تمش تحقيقه خلال سنة كاملة، واللي بيحصل في جباليا دلوقتي من الناس الصامدين بيؤكد للمحتل إن الناس بكل عزمهم رافضين التهجير. فالفلسطينيين في غزة المدنيين بذكائهم فهموا اللعبة وما نزحوش ناحية الجنوب، لكن اتحركوا جوا جباليا أو جوا أحياء تانية داخل غزة. انتبه، ركز، انشر.